تشبه النكش اليماني بالكفوف، وتشبهيني في تفاصيل الظروف. العيون اللي تشوفك غير وجهك ما تشوف، والحروف اللي بلساني ما تنادي غير قلبي اللي من عن البعد مرتاب، لا دق نادى باسمك اليوم يا نوف. معقول ما تدرين والحال من صعب، لعل قلبك يشفق اليوم ويروح. هلا، من انت وش تساوي هنا؟ انا على هونك، على هونك يا رجل. أنا بالله عابر سبيل ومريض من خرجة غير الزاد. وجهك ما هو غريب علي، من أي عرب أنت؟ أنا من عرب الشيخ غياث. وهذا أنا الشيخ غياث قدامك. قم يا خاسي،
قم قدامي ولا قط رقبتك. قم على هولك على هولك على هولك. السلام عليكم. هذا انت تساوين بعرب؟ انا علامك يا خيي، وش بيك علامك؟ احتاج شيء يا خيي؟ وش بيك علامك؟ احتاج شيء؟ منو هذا يا شيخ؟ قاطع طريق لقيته بالبريه. لا بالله، ما هو قاطع طريقه بس، هذا اللي ذبح ابوك يا شيخ، هذا من رجال ساطي. ايه هو يا شيخ جيت من ايدك الخال. ها كف يدك عنه. ليه يا شيخ؟ خذوه للمحبس. على امرك. امنعوه. تأخذ حذرك وعينك ما تغيب ولا تخفى عني. على امرك. يلا يا رجال. غزونا بالظلمة وبالغدر خذونا، شلون انسى بس؟ شلون؟ خلنا نذبحه يا شيخ. اي وتاخذ بثارك وبيدك. ذبحه ما يفيد بشي يا شيخ، ودي اياه عايش يتنفس لين يدلني على مكان الصاطي. وش اسوي؟ ان علمت ابوي وكاد انه يغير على جيرة غياث ويذبح، وان ما علمته يجوز انهم يغيرون علينا. وش اسوي يا ربي؟ وش اسوي وانا بين نارين؟ نار العشق ونار هلي. وش اسوي وين اوجه وين اروح بين قلبي وبين
بين من نعشق هواه وبين أبوي نكتم اللي نكتمه ولا نبوح كم حدتني ضيقة الوقت البخيل كم هداني عمري يا هاتو جروح جف بيري وانقطع حبل الرشا والحمام بغصن قلبي كم ينوح حي الله نشامة حي الله حي الله الشيخ يا هلا اقول يا خاطر سم طال عمرك غضب وين ما اشوفه بين رجال اليوم الغضب راح للبرية وللحين معاود نوف وين؟ ها؟ انتبه وما تسمع نوف وين؟ هذا هي عاودت ها هري ها هلا يبا وين كنت للحين يا نوف؟ كنت أجلس لعلوم يبا سعد علمني بأخبار العرب فقلت أروح أشوف بعيني أحسن آه لوين وصلتي؟ عرب ماجد وعرب مطلق وعرب سهيل هدول مسعاك يا شيخ وعرب عامر ما قال لك على هالشيء قال يبا قال انه معارب منيعة وما في احد يقدر عليهم منيعة مو علي ما بيعرف تعس على الصاطي القاهلة تشلب الصاطي بيرض متخبي ما أعرف أحد باسم الصاطي تجذب قل يا الخاسي خير لك قلت لك يا شيخ خلنا نذبحه ما منه فايدة لا توسخ يدك بذيل الشين ينهير مصيره ينطق الحق علينا الشيخ وش عندك خليف لقيناه صويب وطايح بالارض وش اللي تقوله مثل ما اقول لك يا شيخ وراي رجال خليف سلامك يا خليف خاص يا شيخ منو اللي سوى لسوا الشين هي يا شيخ من هي هي البنيه المزيونه يا شيخ ضربتني وانهزمت يا رجال خذوا له الشيخ عامر خله الداوية ساعة يلا يا رجال يلا عمهلكم عمهلكم ومن هي هذه البنية يا شيخ هذا اللي بدي أعرفه يا نير أن تكون هذه البنية اللي صاوبت خليف معقولة تكون هي ليه ودها تساوي هيج توخر الغضب كثير وهذه ما هي عوايده ابن الله توخر كثير غضب بحياته ما سواها سعد هواش تزهمون البرية تنبشون الأرض تدورونه بكل مكان تامر يا عمي تامر يا عمي يلا يا رجال خوفي احد من العربان قط راسه انت وش تقولين انا وش دراني ها
ها الله يرجعك يا غضب بحالة السلامة. ما انت ناوي تنطق؟ اللي أعرفه قلته. وش كنت تسوي بالفلا؟ وبذاك المكان بالذات؟ قل وش عندك هناك؟ الخطاوي ولقمة الزاد. الخطاوي ولقمة الزاد. من الليلة تحرم عليك. اسمع يا ولد، من الليلة تمنع عنه الماء والزاد لين ينطق. على أمرك يا شيخ. أنت تهددني يا معيوف؟ أنا ما هددك يا متعب، لكن أنت من يوم اللي صار وانت قاعد ببيتك معرس وتارك السالفة براسي وراس حرمتي. زين ان القاضي ما خلانا الحس البشعة. وانا ويش اسوي لك؟ انا اللي قلت لك تروح تجيب لروحك الشينة وتصير سالفة العرب؟ انا قلت لك؟ هذا اخرته يا ابن الشيخ؟ هذا اللي طلع معك؟ هذا بدل ما تحط ايدك بيدي ونذبح الخاس اللي اسمه جسار؟ هذا هو قدامك، روح اذبحه. سلم عليك. بسيطة بسيطة يا متعب. يوم رجعت حنا ما عاد لنا شيء بالديرة، تحضرين روحك وتلمين أغراضك لجل نعاود ديرتنا. هلنا أولى بينا. يوم مهلاتي ذبحين تسوين اللي أقولك عليه، تحضرين روحك واليوم نغادر. أنا أقول يا شيخ، هذه القلوب تصافت، متعب تزوج والجراح الحمد لله شفت. أنت لزوم يا شيخ تصلح بين أولاد العم. يا ليت يا سلطان، يا ليت. أنا بخاطر أجوزهم الأربعة وأفرح بيهم كلهم عيالي، لكن عاد متعب معند وحاجر على بنت عمه. ما بيها غير ان متعب يحيد عن اللي براسه. وانت يا شيخ الزوم تجمعه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا انا هلا يوبك تريح. حشت وش العلوم يا عناد؟ انا يا عم الشيخ ودي رخصتك لجل نعاود انا وامي ونعيش بديرتنا عرب الشيخ سهيل. ليه يا ولدي؟ ليه؟ شفت منا شيء؟ لله يا عمي، أنتم جرتونا وما شفنا من عربكم غير كل خير، لكن حنا ودنا نعاود لأهلنا آخر لنا. والله يا ولدي ما نعرف وش أقول لك، هذا الأمر يرجع لك، لكن بيوم من الأيام إن احتجت لشيء ترى أنا بعد أهلك. ما تقصر يا عمي، تسلم عليكم. بأمان الله. والله معك. مسكين عناد هذا، مسكين حتى هو ما سلم من فعائل أبوه. وين بدك تروحي يا حرمة؟ أنت انهبلتي؟ ابعد عني يا معيوف، لا أصيح بأعلى صوتي وفضحك قدامه للديرة. سد حالك. يلا يما، يلا يما. اسمع يا ولد، ودك تنقلع تنقلع لحالك، ضرب اللي تودي وما تجيب، لكن امك تقعد ببيتها
لا تمد يدك عليها أيوبة. أمي وده تيجي معي. أنت تحداني يا ولد؟ هذه تاليها يلي ما تستحي وترفع صوتك بعد؟ يلا يوم مزنة. ان طلعت من البيت ما لك رجعة علي. يلا يوم يلا. نتفرق والكل بديرة عشيري وفرق عشير والدنيا هذي تاليها تبكينا وحنا نبكيها والخلي ذابة وخلاياني والكلمة وقفت بلسان والفرقة تطرقني طرقة من الفرقة ضلوعي محترقة انت متوكد يا هواش من الكلام اللي تقوله؟ متوكد يا عمي. تتبعنا اثر خطاوي غضب لين وصلتنا لديرة الشيخ عامر وكاد انه منيع عندهم. انتم ما دخلتوا الديرة؟ ما سألتوا عنه؟ ما نقدر يا شيخ، ديرة عامر منيعة وشيخهم غيات ما يهاب الموت. شور علينا يا شيخ. خاطر دعيناك يا شيخ. سوي اللي قلت لك عليه، لكن غير مسعاك الدير تغياث. غياث قوت يا الشيخ. يا هلا يا هلا بفضة قويتي. علامتك يا معامر، أشوف الشاردة ما بي شيء، العشبة مغلبتني. أساعدك؟ تسلمي ما تقصرين. لعاد أسلم عليك. بمان الله. اقتفان يا ولد يا اقتفان. سمي عمتي. ما شوف الشيخ بالشق. مو هاني الشيخة، وكاد أنه زهم البرية. توكل. ليه معاودت تيجي النوم؟ وهو وش كان يسوي بهذا المكان وكانه ينتظر بيه؟ ما هي صدفة لا بالله، ما هي صدفة، لكن معقول يكون لها يد باللي صار. ايه وش تسوي ها؟ جاي وراك يا الشيخ. وش هذا المكان؟ مكان الاقيها يا نهير، لكنها ما عاودت تجي. صدقني القول يا غياث، هذا هو المكان اللي لقيت فيه رجل الساطي؟ اي بالله، هو عقلي وده يطق يا نهير، والهواجس تجري بعروقي، ماني فاهم شيء. هي واحدة من اثنين، ينه رجل الساطي مرق صدفة من هان، ين المزيونة معهم وهي اللي دلتوا على المكان. هو ذا. وش تريدين مني يا حرمة؟ وش تريدين؟ أقعد بجنبك مثل الحريم؟ أقول لك روحي طاقة ودزهم للصيد، ما تفهمي؟
يا بعد قلبي، ما قلت هيك. مير أنا بعد حرمتك ولي حقوق. يكسر الهرج والله بعالي سي ما فوق السلسانج. قلعي قلعي. وش بي يا نرجس؟ علام ومتحب، علميني وش السالفة؟ السالفة ما تنحج ولا تنقال يما. لا انت زوم الحين تعلميني كل شيء. سلاسل ذهب تلبق لعنق الخيل، والحراير للأصايل، والكحل والهيل. لو يا هلا بالمزيونة، وش رايك تخذيلك كحل لعيونك يا بعد قلبي؟ دوف طالعيني زين. بالله بالله منفع اكون دواج من صدق؟ ينفع. نوف اعلامك اشوف الحزن بعيونك. ما بيني شيء، دير بالك على حالك وتعاود بالسلامة. الله يستر. ادعي لي يا الغالية. سلاسل ذهب تلبق لعنق الخيل، والحراير للأصايل، والكحل والهيل. سلاسل ذهب تلبق لعنق الخيل. يضيق قلبي وجر الصوت، وابكي ونادي على ذي بي. يا ذيب بعدك لفني الموت، وانت تنحى العراق بي. مرت ليالي وانا من صاب، والدمع ينزل حنايا طعون حراب، فيها المظالين يرموني. ليه ما نسأل المنيع عنها؟ وإن كان يعرفها نخليه ينطق. خلها الوقت، ودي المنيع يدلنا على مكان الصاطي، ومريد نكشف حالنا قدامه. مثل ما تريد يا شيخ، خلنا نعاود. روح انت يا نهير، انا ودي اتمشى شوي. نسلم عليك. بامان الله. قوك يا شيخ. هلا بخليف، قويت. شلونك الحين؟ الحمد لله يا عم، الشيخ أم عامر داوتني وهذا هو الجرح. زين زين، أقرب جاي يا خليف. أنت متوكد أن البنية اللي ضربتك على راسك هي نفس البنية اللي شفتها قبل؟ إيه يا عمي متوكد، أنا أعرفها زين وماتوا معنا. صف لي إياها يا خليف. كاد النبوي ما دس خاطر لديرة غياث غير لجل غزيه. آه يا غياث، يا حرقة الهوى بين الضلوع، ويا نار الوغى،
هي البنية اللي وصفها لي خليف، هي النوف ومزينة بوصفها. وش سالفتك يا النوف؟ وش ورا عيون العنود النعيسات؟ وش خفت عنا من أخباري وعلوم؟ ما درينا عنها وش هينا وات، ولا اختفت بين الليالي والنجوم. الجرح اللي من عيونا فوات، ميرا خاف انها تجي مطلع يقو بينها وبيني غدا حذفت حصى، ولا بقى عن وصلها عذرين ويلوم. يما قلت لك ما ريده ما ريده. فكري زين يا بنيتي، ترى انرفضت نهاري يجي اليوم وتندمين. يما انتي ليه ما تحسين بي؟ شلون تطلبين مني اتزوج واحد وانا مالي هوا بيه وقلبي ملك لغيره؟ وش اقول للشيخ معامر؟ قولي اللي تريدي يما، لكن هذا نهار انا ما اتزوجه. السلام عليكم. وعليك السلام. قال شيء؟ لله بعد عهاله. زين. سلاسل الذهب تلبك لعنق الخيل، والحراير للأصايل، والكحل والهيل، والشمغ لمهدباب المسك والريحان، والعقل المبخرة بالحكم والتهليل. عطر 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 للنورها طلع مثل البدر. هذولا بس اللي معاك؟ لا، بيه كحل لعيون مفرودة وبالسحر موعودة. ما بعيني شي. بيه حرير، بيه أساور، بيه أخ. بس أخ أقول يا أخو أقول. إيه تفضل. ما تعمل بي معروف ودلني على بيت شيخكم؟ وشريت دواج من الشيخ غياث. لا لا لا، ودي أستأذن منه لجل يسعفني بشوية مي وشوية دلاد، وميشان أبات بيه. ترى الترحال ضام بي يا أخو، ضام ضام. إيه هذه بسيطة، بيوت الديرة كلها بيوت الشيخ، تراك اليوم ضيفي. أقول يا لخو لا تواخذني بهالسؤال، يعني بيتك بيه لحم، بيه مرق، بيه إيه؟ الحمد لله بيه كل شيء، تفضل. يا هم لالي، بدنا ناكل لحم اليوم. سلاسل اللحم تلبق لعنق المريس. عافني يا زين وعاف الديرة كلها. ما أدري أبكي عليك ولا أبكي على حالي. مالك ولد عمي حجرج ولا حبيب هاجر، جسار يحبك ما يطيق يعيش بلاج. وش الفايدة هو قريب من القلب بعيد عن العين؟ هذا النصيب. أقول يا جويبر، جويبر جويبر. أجويبر. أي أنا أجويبر. سم سمعني سم. أقول يا جويبر علمني
وش اخبار العربان وراك؟ عربان كلها تكلم عليك يا عمي وتحب على يدك بعد بلخص بلخص على بصيخ ماجد. انا كنت بديرتهم قبل اجل ديرتكم والصحيح الصحيح انهم ما قصروا معي ابد ابد. الله محييهم. مكثورين الخير عمي، مخلوف بالحلال ان شاء الله. صحه وعافيه. ولدي يا نهير قوم جود للضيف. يبهض نام. الله يعينه، تلاقيه طول النهار ماشي على رجليه تحت الشمس وتعب. اقول لك وانا بعد ودي اقوم انام. تصبح على خير. تلاقي الخير يبا. قوك يا شيخ. هلا بنهير قويت. توخرت، حسبتك من جاي. ما توخر عنك يا شيخ، لكن بي دواج مسكين صرفته عندي ومن نام جيتك. الله يجزاك الخير. ومن قال قل لي الحين يا شيخ وش ناوي تسوي مع المنين؟ هذا هو بمحبسه، لكن وكاد انه مين ويقول شيء ولا يدلنا على مكان الساطي، وانا خاف الساطي قصه الرجل وما تلقى غير هان ابن الصديرة يغزيها. الله يجي يا نهير، هذا اللي ريته. وحينها دم الصاطي ورجاله زينة تسيل على رؤوس سيوفنا. مير الأماني في وصالك بعيداً.